اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر الجديده، حلقه الجمعه. حلقتنا النهارده فيها عده فقرات، اولها طبعا الفقره الاخباريه اللي بنستعرض فيها مع حضراتكم اللي احنا شايفين ان هو ابرز الاخبار سواء المحليه او الدوليه. النهارده اخبارنا كلها تقريبا مصبه على ما يحدث في غزه وما يحدث حول غزه. النهارده اليوم ال 224 من العدوان الاسرائيلي، 224 يوم من العدوان الاسرائيلي على القطاع، والحرب الدمويه حرب الاباده زي ما بات اسمها هو المتداول في العالم كله دلوقتي. والمقاومه لا تزال مع الشعب الفلسطيني مستنده على الشعب الفلسطيني، شعب غزه البطل اللي دلوقتي هو في يعني في الجزء الاول من الشهر الثامن لهذا العدوان البري والبحري والجوي وكل اشكاله، يصمد ويقاتل ويوقع خسائر في صفوف جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أصيب خلال الأيام الماضية، الأيام القليلة الماضية، بعدد كبير من الإصابات ما بين قتيل وجريح وبين تدمير آليات ومجنزرات ودبابات وقصف مراكز قيادة وسيطرة في مناطق غزة كلها تقريبا. الأمر لم يقتصر على رفح اللي بيعتبرها بنيامين نتنياهو أم المعارك بالنسبة له، وبيشيع في داخل إسرائيل وخارجها أن هذه هي المعركة الحاسمة. وبدون يعني سابق إنذار اشتعلت مناطق الشمال واشتعلت مناطق الوسط، ورجعنا نسمع تاني عن مناطق زعم جيش الاحتلال أنه أخضعها للسيطرة الكاملة، سواء كانت في جباليا المخيم أو جباليا المدينة، سواء كانت في جحر الديك، سواء كانت في وسط غزة في بيت لاهيا، وطبعا في رفح بلا يعني استثناء. من الواضح تماما وكل المحللين سواء الإسرائيليين أو العرب أو العالميين بيقولوا وكأن القتال قد بدأ أمس، وكأنه الحرب والعدوان بدأ أمس والمقاومة بدأت أمس، نظرا لقوة المقاومة بغض النظر عن هذه الخسائر الرهيبة الرهيبة بالمعنى الحرف للكلمة في المدنيين، واللي تلتلهم من الأطفال والنساء. النهاردة العدد وصل بحسب المصادر وزارة الصحة في غزة إلى 35,303 شهيد، وحوالي يقدروا عدد المفقودين اللي هم غالبا يعني كلهم او 90% او اكتر منهم شهداء بعشرة الاف اخرين. يعني احنا بنتكلم حتى الان عن حوالي بالمؤكد استشهادهم 35,300، المرجح استشهادهم وهم مفقودين بالفعل تحت الانقاض حوالي 10,000، نتكلم على 45,000 شهيد تقريبا. يعني بنقترب شيئا فشيئا من 50,000 شهيد. الجرحى حوالي 80,000 جريح، عندنا بالظبط 79,261 جريح، يعني 80,000 جريح. بنتكلم كده بمعدلات بسيطة بقياس بسيط. احنا لنا النهاردة 224 يوم، لنا 7 شهور وحوالي 10 أيام، بيعادلوا 80,000 شهيد. يعني احنا بنتكلم في الشهر الواحد حوالي 12,000 شهيد جريح، حوالي 12,000 جريح في الشهر، في الشهر الواحد، يعني في اليوم 400 جريح، ده متوسط العام. الشهداء 35,000 شهيد، يعني في لو قلنا 8 شهور حتى مش 7، يبقى احنا عندنا شهريا حوالي 400 شهيد بيقعوا بيرتقوا شهداء، ارقام غير مسبوقه الحقيقه. والارقام دي بتكملها كمان العدوان على رفح. وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا اعلنت النهارده الجمعه انه اكثر من 630,000 فلسطيني اجبروا على الفرار من مدينه رفح جنوب القطاع منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على المدينه من حوالي 10 ايام. الوكاله قالت انه لا يزال سكان غزه يتعرضون للتهجير القسري، وانه لجا كثيرون الى مدينه دير البلح في وسط القطاع التي اصبحت الان مكتظه بشكل كبير وتعاني من ظروف مزريه.
طلبت الوكالة بوقف إطلاق النار بشكل فوري. وبالتالي احنا يعني العدوان اللي في رفح دلوقتي اللي يقطنها يعني حوالي 200,000 250,000 من سكانها، بالإضافة إلى حوالي 1,200,000 أو 250,000 من النازحين، يعني كان فيها حوالي 1.5 مليون شخص نزح منهم 630,000 في اتجاهات أخرى. لسه قدامنا 900,000 شخص موجودين. شخص دول مش أرقام، مش نقول أرقام، دول ناس نزح بعضهم زي ما قال بعض ضيوفنا امبارح وإحنا بنناقش ده حوالي 10 مرات. انتقل من منطقة في الشمال لمنطقة في الشمال تاني، إلى الوسط إلى الوسط إلى الجنوب ثم الجنوب ثم الجنوب، ثم الآن 10 مرات نزوح. لا يحمل هؤلاء الناس معاهم إلا جزء من خيمة أو خيمة وما يستر بس أجسامهم، ما فيش أكل ولا شرب ولا همش أي حاجة، مطرح ما يعني بيستقر بيهم الوضع بيخيموا وبيبدأوا يبحثوا عن أسباب الحياة، ولكن الموت بيحلق فوق رأسهم ليل نهار، سواء بقصف جوي سواء بقصف مدفعي سواء بقصف بحري سواء باجتياح بري. هؤلاء 630,000 شخص نزحوا في خلال 10 أيام، بنتكلم كده في أرقام رهيبة، بنتكلم قرابة 60,000 شخص في اليوم بيتحركوا سيرا على أقدام أو يعني وسائل بدائية بتجرها يعني حيوانات زي الحيوانات حصنة أو حمير أو غيره وعربات كرو، لكن ليس لديهم أي وسيلة أخرى. كل هذه الأوضاع وهذه الظروف كمان بتتفاعل مع نوع آخر من الإجرام بيقوم به جيش الاحتلال، وده اللي نشره النهارده المكتب الإعلامي لحكومة غزة، نشر أسماء الشهداء من الصحفيين اللي استشهدوا منذ بدء العدوان. 147 شهيد صحفي فلسطيني، وده طبعا التعبير ده بيشمل كل التعبير صحفي في العالم، يعني مش بس الصحافة المكتوبة، يعني كل من ينقل الخبر ينقله عن طريق تلفزيون، ينقله عن طريق موقع، ينقله عن طريق صحيفة مكتوبة، هو صحفي. دول اللي استشهدوا، ده أكبر عدد على الإطلاق في أي نزاع على الإطلاق في هذه الفترة على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، ما شافش العالم هذا العدد أبدا. وحضراتكم عشان تبقوا عارفين الوضع الصحفي والإعلامي في غزة كل هؤلاء فلسطينيين، لأنه دول مش بس بيمثلوا وسائل إعلام فلسطينية إطلاقا، دول زملاء وزميلات محترفين ومحترفات بيقوم شغلهم لصالح جهات كتيرة إعلامية عربية ودولية. ليه؟ لأنه الاحتلال الإسرائيلي اللي عنده 6 معابر على غزة وسيطر على المعبر الأخير من الناحية الفلسطينية اللي هو رفح، يمنع منعا باتا منذ بداية الحرب اتساقا مع حرية الصحافة والإعلام اللي الغرب كله بينادي بيها ويندد بأي دولة تخترقها، ممنوع على أي صحفي أجنبي من أي جنسية كانت يدخل قطاع غزة من ناحية إسرائيل. لم يفعلها أحد إلا إحدى مراسلات سي إن إن دخلت خلسة وقدرت إن هي تعمل شغل لمدة ساعات، وكانت هي شخصيا مصدومة جدا لأنها كانت عمل الكلام ده من عدة شهور طبعا قبل الوضع ما يصل إلى يعني مآسي أكبر، لأنها كانت عملت شغل قبلها على الناحية الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر، فكانت شديدة التعاطف لما راحت لغزة وقعدت 3-4 ساعات ودخلت المستشفى الكويتي على ما أتذكر أو المستشفى الإماراتي وشافت الحالات، عملت تقرير كان موجع. إسرائيل عشان هذا الوجع بتمنع دخول أي صحفي أو إعلامي أجنبي أيا كان جنسيته من ناحيتها، إلا مرتين سمحت لبعض الصحفيين التلفزيونات عدد 2 أو 3 تلفزيون أمريكي دخلوا مع دبابات الإسرائيلية والمدرعات 3-4 ساعات لفوا بيهم لفة وكأنها جولة سياحية ورجعوهم تاني هناك. لكن أن يترك الصحفي يمارس عمله في دولة يقال ويزعم أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، هذه الدولة هي التي تمنع الصحافة. إسرائيل برضو لمن يعلم أو لا يعلم منذ بداية هذا العدوان وهي تخضع للأحكام العرفية والرقابة على الصحف وعلى الإعلام كله،
الجيش الإسرائيلي هو اللي بيراقب كل الإعلام الإسرائيلي ولا يسمح بنشر شيء عن ما يدور في قطاع غزة أو ما يدور في الشمال في جنوب لبنان أو جبهة جنوب لبنان أو في الضفة حتى إلا بتصريح وإذن من الجيش الإسرائيلي والمخابرات الحربية الإسرائيلية. هذه هي دولة الديمقراطية. وتاني احنا مش بنقارن شيء بشيء، لكن بنذكر اصدقائنا في الغرب خاصة الغرب الاوروبي والامريكي عندما كان يحدث شيء لا نقبله، لأي صحفي عربي او مصري واكيد لا نقبله يمس حرية الصحافة، كان تقوم الدنيا ولا تقعد ومطالبات، والاتحاد الاوروبي مجلس البرلمان الاوروبي اكثر من مرة اجتمع عشان يناقش حالات لما يزعم ان هو اعتداء او انتهاك لحريه الصحافه، ويعني يصدر بعض التصريحات او البيانات او غيره. احنا ما نعرف كيف يمكن في 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 مثل هذه المذبحه للصحافه وللصحفيين 147 شهيد من شهداء الصحافه في 7 شهور، يعني بنتكلم في الشهر حوالي 21 صحفي متوسط أو 20 صحفي شهريا بيستشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي. طبعا احنا ما اتكلمناش عن أسرهم، عن أسر عدد من الصحفيين شفنا بعينينا كم منهم فقد زوجته وأولاده وأطفاله وأخواته وأبناء عمه وأسرته بالعشرات. وبالتالي هذا هي حال الأوضاع في غزة. ده بينقلنا مباشرة إلى محكمة العدل الدولية، وإحنا امبارح كان عندنا فقرة كاملة عن هذا الذي يحدث في المحكمة. المحكمة مدعوة الآن من جانب دولة جنوب إفريقيا اللي أقامت الدعوة إلى النظر فيما يجري في رفح، واعتبار أن المحكمة لابد أن تتخذ تدابير عاجلة لإيقاف هذه المذبحة الدائرة والتي ستتحول إلى إبادة مؤكدا إذا ما دخل الجيش الإسرائيلي. وطبعا قبلها بيومين وزارة الخارجية في مصر أعلنت عن دخول مصر طرفا في هذه القضية بجانب جنوب إفريقيا وبجانب عدد آخر من الدول، لكن دخول مصر كان حدث كبير ومهم. وشفنا امبارح بنيامين نتنياهو بيصفه بالحدث الخطير جدا، الخطير جدا بالنسبة له، لكن بالنسبة لمصر هذا التزام أخلاقي والتزام بالقانون الدولي. لا تستطيع مصر أن ترى ما يحدث على حدودها، ليس فقط لأنهم أشقائها الفلسطينيين، لكن لأنهم بشر، لأنهم بشر لهم الحق في العيش الكريم والحق في الحياة اللي هو أول حقوق الإنسان، وأن ما يجري هو مخالف لكل القوانين الدولية وقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربعة. وبالتالي محكمة العدل امبارح استمعت إلى وفد جنوب أفريقيا، وفد القانوني، والوفد عقد مؤتمر صحفي النهاردة بعد المحكمة ما خلصت، وقال في الوفد ان قدمنا نصا كده، قدمنا القضيه لاننا نعتقد ان اباده جماعيه تحدث في غزه، وليس لاننا حلفاء لحركه المقاومه الاسلاميه حماس، ولكن لانفاذ القانون الدولي. اضاف الوفد بان اسرائيل ترتكب اباده جماعيه وجرائم حرب في غزه، وهناك دلائل واضحه تثبت ارتكابها لهذه الجريمه، جريمه الاباده الجماعيه برعايه قاده اسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الوفد أن إسرائيل تحاول تغيير الواقع الذي يراه العالم بغزة ورسم واقع مغاير للحقيقة، فلكن نيتها ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة واضحة ومثبتة. وأكد أخيرا أن إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها مستمر منذ عقود، داعيا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل والأسرى المحتجزين بغزة، اللي هي الصفقة اللي أوقفتها أيضا اسرائيل. الوفد الاسرائيلي النهارده عمل مرافعته، طبعا طلب رفض الدعوه، ويعني افاض في مزيد من الاكاذيب حول ما يحدث في غزه اللي هو على مشهد ومرأة من العالم كله. لكن اسرائيل ترى العالم بعينها، لا ترى العالم بعين الحقيقه، عين الحقيقه قدامنا، قدامنا حجم الدمار، حجم التخريب، حجم الارتباك اللي حدث في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والذي انعكس على بقية العالم. وبالتالي يعني إسرائيل لا ترى أنها فعلت شيئاً، هي ترتكب كل يوم الجريمة الأعظم في جرائم حقوق الإنسان، وهي الإبادة الجماعية وتطهير
العرقي، ولكنها تنكر هذا، ولازال حكم نتنياهو المرتبك جدا داخل إسرائيل. هناك ارتباك شديد سياسي منذ أسبوع وقائم حتى اليوم. مصر نتنياهو على أن رفح هي المقصد، رفح ستنهي كل شيء، رفح سننهي الحرب وننتصر، سنأتي بقيادات المقاومة، سنأتي بالأسرى. 224 يوم لم يحرر فيهم ولم يحرر الجيش الإسرائيلي أسير واحد، زعم أنه حرر اثنين، وزعم قبلها وجاب صورهم بس ما حدش عرف القصه بالتفصيل، يعني الواضح انها يعني بها بعض الغموض. وقبلها في البدايه زعم انه حرر مجنده، ثبت انها لم تجند اصلا في غزه بالوقائع غير هذا. وبالاضافه لده قتل ثلاثه من الاسرى بنفسه بايده بسلاحه وهم بيحاولوا الفرار وسط اشتباكات مع المقاومه. من نتنياهو مصمم على البقاء في الحكم، مصمم على نظرية التصعيد وحافة الهوية اللي يعني رئيس عبد الفتاح السيسي امبارح افاض في كلمته في مؤتمر القمة العربية 33 في البحرين في التحذير من مخاطرها، وان ده هيؤدي الى اتساع غير مسبوق للصراع، وسيؤدي الى يعني دمار كبير في المنطقة وفي العالم، وانه هؤلاء الذين يغامرون بسياسة حافة الهوية هؤلاء يعني، ويقصد طبعا بالتأكيد الجانب الإسرائيلي، هم الخطر على السلام والأمن والاستقرار الدولي. وبالتالي نتنياهو مصمم مكمل، محاولات للكبح تأتي من هنا وهناك. الرئاسة الأمريكية امبارح طلعت بعض يعني تصريحات بانه الرئيس الامريكي جو بايدن بيتواصل ولا زال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وامير قطر الشيخ تميم للعوده للمفاوضات، العوده مره اخرى للمفاوضات. لكن امريكا تركة اسرائيل كعادتها، انه يعني كانها تلهو، يعني ابن مدلل فاسد وفاشل، الاب بيتركه يعني يمارس فشله ويمارس فساده ويسيبه شويه. لكن امريكا ما لا اظن انه التهديد والبدء في الحشد الكبير لدخول رفح بالطريقه الاجراميه المتخيله المتصوره يمكن ان يجعل الرئيس الامريكي في امان واستقرار. المعركه الانتخابيه في امريكا بدات خلاص، الرئيس دونالد ترامب بيتحاكم في أكثر من قضية، أجل ثلاثة منها على الأقل إلى أجل غير مسمى، وبدأ بالفعل السباق الرئاسي بمناظرة هتتم بين الرئيس الحالي جو بايدن ودونالد ترامب في الشهر الجاي في شهر يونيو، ومناظرة أخرى في شهر سبتمبر، ودي أول مرة يتم تقديم معاد المسابقات. تالي الاثنين صحيح موقفهم في تجاه إسرائيل يعني مفيش فيه خلاف كبير، لكن كل واحد فيهم هيحاول يستخدم الأوراق اللي صالحه داخل الولايات المتحدة عشان يكسب الانتخابات. وترامب يعلم جيدا أنه هناك جاليات من أصول عربية ومسلمة كبيرة موجودة في الولايات المتأرجحة تحديدا هي ضد سياسة بايدن، ويعلم أن هناك يعني حركة طلابية واجتماعية واسعة جدا في الولايات المتحدة، وحركة ما بين شباب الولايات المتحدة الديمقراطي وبعض الجمهوري ضد الحرب. بالتالي هنشوف في هذه المناظرة ايه اللي هيحصل، يعني الرئيس بايدن هيترك نفسه يصل الى هذه اللحظة وهو في هذا الوضع الحرج، الرئيس السابق ترامب هيستفيد من ده بايه، هيغير في مواقفه ايه، كل ده هيبقى على قدامنا في هذه المناظرة. بهذه المناسبة ومجلس النواب الامريكي اللي حضرتكم عارفين اللي بيسيطر عليه الجمهوريين، مجلس النواب الامريكي وافق امبارح على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن الرئيس الامريكي بارسال اسلحه لاسرائيل، اسمه قانون دعم المساعده الانسانيه لاسرائيل. تخيلوا بقى المساعده الانسانيه يرسل اسلحه لقتل البشر، دي المساعده الانسانيه. وحصل موافقه المجلس باغلبيه 224 صوت مقابل اعتراض 187، وده التصويت تم على اساس حزبي. الجمهوريين
هم اللي دعموا القانون دول بتوع ترامب طبعا، انضم لهم 16 ديمقراطي، وفي حين 3 جمهوريين عرضوه. يعني اذا الخريطه واضحه، الجمهوريين في مجلس النواب مع الزام بايدن بارسال الاسلحه لاسرائيل، فما بالك اذا كان ترامب هو الرئيس. دي معضله احنا قدامها للاسف، ان احنا يعني ما نستجير من الرمضاء بالنار، نستجير من الرئيس الجمهوري بالرئيس الديمقراطي والعكس، كلاهما نار وكلاهما رمضاء. القانون ده الحقيقه البعض كتير من المحللين بيعتبروه خطوه رمزيه. ليه؟ لانه ده لازم يوافق عليه مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ بيسيطر على اغلبيته الديمقراطيين، وكما زي ما حضراتكم عارفين انه رئيسة مجلس الشيوخ بتبقى نائبة الرئيس. نائبة الرئيس الامريكي، النائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ، والنظام الامريكي كده معقد شوية كاميلا هاريس. فمجلس الشيوخ اللي فيه الديمقراطيين مسيطرين لازم موافقته، ممكن ما يوافقش. طب لو وافق على هذا القانون، الرئيس بايدن استخدم او تعهد باستخدام حق النقد في زي ما اقر المجلس الكونجرس بين المجلسين. حق النقد حق الرئيس الامريكي، انه لو عدى قانون من مجلسين هو عنده حق الفيتو على ايقافه، فما يوقعش عليه فيسقط القانون. طبعا مجرد صدور القانون بالطريقه دي يورينا المجتمع الامريكي مرتبك ازاي، حجم الانقسامات اللي فيه. يعني دي انقسامات غير مسبوقة. واحنا شايفين قد ايه المعسكر الديمقراطي منقسم، قد ايه شايفين بداية الانشقاقات في المعسكر الجمهوري، مع الاقرار بحقيقة لا يجب انكارها ولا اخفاء الرؤوس في الرمل تجاهها، ان الدعم الامريكي لاسرائيل هو مسيطر على غالبية صناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية، سواء كانوا في الاداره اي السلطه التنفيذيه بكل فروعها، البيت الابيض، وزاره الخارجيه، وزاره الدفاع، البنتاغون، او في الكونجرس مجلس النواب ومجلس الشيوخ. هذا امر مؤكد. بيتغير؟ نعم بيتغير، هذا ايضا امر مؤكد، لكن لم يتغير حتى الان الى المستوى اللي يجعلنا نشهد نقطه تحول، نقطه انعطافه كبيره. لا، هو تدريجيا بيتحول. ممكن اصرار اسرائيل على وضع الرعية الأكبر والأم الرؤوم الولايات المتحدة الأمريكية في مواقف محرجة جدا دوليا، أمريكا هي المفروض الدولة الأولى الداعية لحقوق الإنسان، الداعية للحريات، الداعية لتحرر الشعوب، ده 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 الكتالوج بتاعها بيقول كده، ده الدعاية البروشور بتاعها بيقول ده. فإسرائيل بتكسر كل ده، واشتكى منه بايدن نفسه، رئيس بايدن، من بداية العدوان أو في شهر يناير اللي فات تقريبا، لما قال إن سمعة أمريكا أصبحت يعني مصابة بشدة في العالم بسبب تأييدها لإسرائيل. الخلاصة إنه الانتخابات اللي جاية دي هيبقى فيها دور مهم لكن مش حاسم، عشان نبقى صرحاء، لما يحدث داخل غزة وفلسطين. الانتخابات اللي جاية هتسفر قطعا عبر كل ما يحدث الآن من تغيرات وتداعيات ميدانية في المنطقة على مجرى الانتخابات الأمريكية، خاصة في أجزاء الإقليمية. بمعنى إيه؟ أنه إصرار على الإسرائيلي الفلسطيني بيدار بطريقة اللي بيسموها يعني هناك أنه إصرار تحت السيطرة، يمكن السيطرة عليه، لكن الذي لا يمكن السيطرة عليه هو اتساع الصراع ليشمل أطراف أخرى إقليمية كان أبرزها وأهمها في الفترة الماضية التراشق الصاروخي وبالطائرات المسيرة ما بين إسرائيل وإيران. هذا الأمر لو لم يضبط في المنطقة يؤثر تأثيرا مباشرا على الانتخابات الأمريكية. ليه؟ لأنه سيؤثر على مصالح أمريكية موجودة في المنطقة وفي المناطق المحيطة، صالح اقتصادية ضخمة وقواعد عسكرية ضخمة، هي الأكبر في العالم موجودة في هذه المناطق، مناطق الشرق الأوسط وبحاره وشواطئه. وبالتالي عدم استجابة بنيامين نتنياهو لكل محاولات آخرها المبادرة المصرية والجهود المصرية الهائلة اللي بذلت، وكان معانا شركائنا في قطر والولايات المتحدة من أجل إقرار وقف إطلاق النار وهدنة طويلة الأمد، أو وقف إطلاق النار متدرج يصل، أو هدنة متدرجة تصل لوقف إطلاق النار. كل ده بيخلي احتمالات الصراع الإقليمي تتسع، وده اللي كمان حذر منه أكتر مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده أمر إذا حدث وهو جائز أن يحدث، تم ضبط القواعد الاشتباك بين إسرائيل وإيران المرة اللي فاتت،
لكن اجتياح رفح بهذه الطريقه تهديد المصالح، تهديد الفلسطينيين بالاباده او مزيد من الاباده، تهديد الاستقرار في المنطقه، تصعيد واضح في خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا في جبهه شمال اسرائيل جنوب لبنان مع حزب الله، تهديد المصالح المصريه في ما هو متفق عليه في معاهده السلام ما بين مصر واسرائيل من الجانب الفلسطيني من قطاع غزه او في محور وممر فيلادلفيا، كل ده اذا حدث لا قدر الله يعني انفجار اكبر من هذا، الانتخابات الامريكيه القادمه وحتى يعني مناظره يونيو ما بين الرئيسين السابق ترامب والحالي بايدن هتبقى احد محاورها الاساسيه، هو ما يحدث في المنطقه من التصعيد، ان امريكا هتبقى متورطه بدون ادنى شك شاءت ام ابت. الشيء اللي احنا لازم نقوله برضو عشان نبقى في نهايه اخبارنا، ان احنا قلنا الاخبار الامريكيه اللي هي يعني مسانده لاسرائيل، لكن كمان لابد من اشاره الى ايجابيه الى ما يحدث في اسبانيا. اسبانيا بلد في الحقيقه منذ بدايه الازمه تقريبا، ورئيس وزرائها ووزرائها وشعبها ومؤسساتها بتدعم الحق. الحق ده مش معناه ان هم اصدقاء لفلسطين، مش بنتكلم على صداقات، بنتكلم على دعم القانون الدولي والانساني. وزير الخارجيه الاسباني خوسيه مانويل الباريس اعلن النهارده الجمعه انه بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل اسلحه الى اسرائيل بالرسو في موانئها. وذلك بعدما رفضت اسبانيا السماح لسفينه بالرسو في بناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد. تعرفين طبعا اسبانيا هي في مضيق جبل طارق اللي هو بيدخل البحر المتوسط من ناحيه الغرب. اشار وزير الخارجيه ان السفينه كانت اول سفينه تمنع من الرسو في ميناء اسباني، مشيرا الى ان ذلك يتسق مع قرار الحكومه بعدم منح تراخيص لتصدير اسلحه الى اسرائيل منذ السابع من اكتوبر، لان اسبانيا لا تريد المساهمه في الحرب. موقف محترم يستحق الاشاده من اجل السلام الدولي ومن اجل الحق القانون الدولي في ان يطبق. وزير النقل الاسباني اعلن ان السفينه اللي اسمها ماريان دانيكا كانت بتحمل شحنه اسلحه الى اسرائيل، وطلبت الاذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة يوم واحد في 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 من اسبوع، وان اسبانيا رفضت ذلك. وقالت السفينه كانت بتحمل، قال صحيفه اسبانيه البايس، قالت السفينه كان عليها 27 طن مواد متفجره. 27 طن رايحين يقتلوا ويدمروا غزه اللي قدامكم. واسبانيا قالت لا مش هترسي عندنا، عايزه تكمل في الـ يعني مسارها في البحر توكل على الله، لكن ما عندناش وقفه. الممثل الاعلى كمان للشؤون الخارجيه الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل كان اعلن في حديث اذاعي لاذاعه اسبانيه انه اسبانيا ستعترف بدوله فلسطين في 21 مايو الحالي. يوم 21 مايو حالي، وده نقلا عن وزير خارجيه اسبانيا، بدل مفوض او مؤسس الاعلى مفوض الاعلى المؤسس الاعلى للشؤون الخارجيه وزير خارجيه اوروبا يعني، نقلا عن وزير خارجيه اسبانيا انه اسبانيا هتعلن اعترافها بدوله فلسطين يوم 21 اللي احنا فيه ده، يعني النهارده 17 يعني بالظبط 4 ايام. والمسؤول الاوروبي نفسه بوريل قال انه في دول اوروبيه زي مالطا وايرلندا سلوفينيا هتعترف ايضا بدوله فلسطين، انها في طريقها الى هذا، وانهم يعني بياخدوا خطوات جاده. دي اخبار يعني اكثر تفاؤلا من ما قرأناه في منذ البداية. احنا بنترك حضراتكم الآن مع فاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا لهذا اليوم الجمعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الثانية في حلقتنا النهاردة، وإذا حضراتكم ما شفتوا احنا متوجه مباشرة إلى موضوع الضيوف اللاجئين النازح، يعني سموهم زي ما أنتم عايزين، هؤلاء الناس اللي تركوا بلادهم لأسباب متنوعة ووجدوا في مصر ملجأ آمن يقيموا فيه، يمارسوا عملهم، يمارسوا دراستهم، يمارسوا أو يتعالجوا، يعني أيا كان الأنشطة، لكن هم مجبرون على الرحيل من أماكن إقامتهم. عندنا الرقم اللي سمعتوه دلوقتي من السيد رئيس الجمهورية، وهو رقم بيعود على الأرجح للمنظمة الدولية للهجرة، إنه عندنا في مصر حدود 9 مليون
ضيف زي ما الدولة بتفضل تسميتهم، ودول يعني منهم مسجل وهنعرف ده مع ضيوفنا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد أقل بكتير. احنا النهارده مش بنتناقشنا قبل كده في موضوع الضيوف واللاجئين في مصر، لكن النهارده بنشوف ايه اقتصاديا ده بيكلف يعني بيضيف عبء ولا بينقص عبء عن مصر، مع تنوع كمان تكوين وتركيب هؤلاء الضيوف او اللاجئين لمصر. سعدنا في هذه الحلقه عشان نفهم يعني كل هذا الموضوع يكون معانا ويشرفنا استاذ الدكتور يمضي الحمائي استاذ اقتصاد بجامعه عين شمس. يعني يا دكتور اهلا بحضرتك، والاستاذ الدكتور محمد فريد المتولي استاذ جغرافيا السكان ومدير وحده نظم المعلومات الجغرافيه بكليه الاداب ايضا جامعه عين شمس. اهلا بك. اهلا بحضرتك. انا هبدا بك يا دكتور محمد، احنا الناس مش فاهمه الفرق بين الرقمين. احنا عندنا ارقام في حدود 200 الف وشويه، صحيح، دول مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، عندنا 9 مليون وشويه، صحيح. ايه بقى هي دي اشكاليه فعلا؟ هي دي اشكاليه كبيره عندنا في مصر للاسف، لان احنا ما عندناش قاعده بيانات حقيقيه في مصر عن المهاجرين او اللاجئين، واننا بنعتمد بشكل اساسي على المنظمات الدوليه في تقدير عدد المهاجرين او اللاجئين في مصر. وبالنسبة للأرقام دي ومدى تفاوتها كان بسبب تعريف المهاجر أو اللاجئ. فلما بنرجع للأرقام اللي هي القليلة اللي هم 200 ألف أو كذا، فالرقم ده تقريبا بيعبر عن عدد اللاجئين اللي واخدين صفة اللجوء في مصر بشكل رسمي، مسجلين في المفوضية، مفوضية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. ولكن لما بنسمع تقديرات بتوصل ل 9 مليون، فده برضو من بعض المنظمات زي منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالهجرة. وللأسف احنا ما عندناش رقم خاص بمصر، قاعدة بيانات في مصر تقدر تحدد فعلا بيانات المهاجرين، ودي الأساس في تحديد بعد كده التكلفة الاقتصادية، وهو موضوع حلقتنا النهاردة للمهاجرين داخل مصر، أو أنا بفضل إن احنا نطلق عليهم الأجانب غير المقيمين في مصر، لأن احنا الأجانب المقيمين في مصر بيشملوا المهاجرين وأنواع تانية من الأجانب اللي ممكن يكونوا مش جايين بغرض الهجرة، ولكن بغرض الإقامة أو بغرض العمل بشكل مؤقت وهكذا. طول يوم يعني حضرتك نرجع بقى الموضوع مباشرة. احنا عندنا لو احنا خدنا الرقم 9 مليون او 9 وشوية، 9 و 200 ألف تقدر الرقم، نتكلم عليها في حدود 8-9% من السكان، سكان مصر، من الشعب المصري. وبالتالي الدكتور مصطفى مدبولي حسب ما أعلن السيد الرئيس تقديره أن التكلفة 10 مليار دولار. يا ترى التكلفة دي بتتحسب ازاي يعني؟ بالظبط، ده سؤال جوهري جدا. وعلى فكرة هو القصة هي أنه يعني الرقم ده يعني من الممكن ان نقول انه له اثار سلبيه على الوضع الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت له اثار ايجابيه. وبالتالي قصه ان احنا المنهجيه العلميه السليمه لحسابه هو ان انا نحسب الجانب زي اي اقتصاديات اي شيء، ان انا بحسب الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه عشان اقدر احسب الاثر النهائي الصافي لهذه الظاهره. في برضه متغير تاني غايه في الاهميه بيدخل في القضيه دي، وهي قضيه قدرتي على الاستفاده. يعني مثلا انا المهاجرين لهم ابعاد ايجابيه ولهم ابعاد سلبيه، لكن هل انا كاطار مؤسسي عندي قدره ان انا استثمر الاثار الايجابيه لصالح الاداء الاقتصادي؟ عظيم. يعني دي قضيه ثانيه في منتهى الخطوره، وهي على فكره مرتبطه بالوضع مرتبط بالوضع في مصر بشكل عام. يعني لما اجي انا اتكلم النهارده ان انا كان عندي مشكله ازمه سعر صرف كبيره، وعندي مشكله تضخم كبيره، والتضخم ده ناشئ اصلا من عدم التوازن ما بين العرض والطلب. يعني بمعنى ان انا طاقاتي الانتاجيه لما بتكلم عليها هي فيها مشاكل ضخمه جدا، طاقتي الانتاجيه واعتمادي على المكون الاستيراضي اعتماد كبير جدا. فلما اجي كمان اضيف الى الطلب هذا الرقم الكبير، فطبعا لابد ان يكون لده تداعياته. يعني انا اكاد اجزم انه لولا هذا الطلب لم يكن هناك فرصة للتجار الجشعين اللي بنقول عليهم تجار جشعين انهم يرفعوا هذه الاسعار، لو لم يكن هذا الطلب قائما وموجودا. هم اضافوا الى الطلب وسمحوا بالممارسات السلبية في السوق المصرية، ولانه بيمثل طلب قائم وعندهم قدرة على الانفاق، وبالتالي دي كانت مشكلة. كمان لما تيجي تحسب قضية انه
بياخدوا فرص عمل، فهم بيزاحموا المصريين والشباب المصري في الحصول على فرص عمل. ولو ان اقتصاديا برضه ما نيجي نقول كده، بنقول انه الافضل ان اللي ياخد فرصه العمل هو الاكثر قدره، سواء كان طالما انه موجود. يعني مثلا لو عندي واحد انتاجيته عاليه وهيدخل في الشغل ده وكفاءته عاليه، هيدي نجاح لهذا الشغل مقارنه حتى لو مصري قدراته ضعيفه. فالقضيه مش سهله ابدا حسابها، لانها فيها تعقيدات شديده، ولكن هي بشكل عام هي عبء. ليه؟ لانه زي ما الرئيس قال كده في المداخله في الفيديو الاولاني، هو انك عندك في مصر كتير من الحاجات مدعمه، زي مثلا رغيف الخبز، زي الطاقه، البنزين وغيرها والكهرباء وكده. فدي كلها لما بيدخل عدد اضافي، يعني انت النهارده بتقطع الكهرباء لانك عندك ضغط طلب، فهنا ده بيزود لك ضغط الطلب. فالقضيه قضيه ايه؟ ان انا عندي اعداد اضافيه، هذه الاعداد الاضافيه بتستهلك وبتضيف الى طاقه الطلب، وبالتالي فهي في حد ذاتها مطلوب ان انا اعمل التاثير. ممكن بقى ابتدي اشوف التاثير بقى من الناحيه الثانيه، الناس اللي دخلوا استثمارات وخرجوا استثمارات. يعني مثلا كتير اتقال على السوريين في مصر بمنتهى الامانه صحيح ان هم ناجحين جدا في البيزنس ونجحوا، لكن يقال قدام كده ان في منهم احتكروا، يقال قدام كده. وبما انك بقى ما عندكش اليات مؤسسيه في مصر قويه لمكافحه الاحتكار، فتبتدي يبقى في اثار سلبيه لكده، فتبتدي تتكلم كمان على طب هم هيحولوا فلوسهم، طب ما اي مستثمر اجنبي عايز يحول فلوسه بالدولار، فتبتدي تدخل بقى الطلبه. مثلا لو طلبه دخلوا، احنا الحقيقه جامعاتنا استقبلت اعداد كبيره منهم، الطلبه اللي بيدخلوا بيدفعوا بالنقد الاجنبي، فيعتبر دي حاجه ايجابيه، ولكنه ضغط على مؤسساتنا التعليميه فيما يتعلق بالاساتذه والطاقات اللي اوريدي مضغوط. ففي قضايا كثيره جدا تحتاج الى حسابات دقيقه عشان اقدر اقول الرقم ده هو رقم صحيح او لا. عظيم. طب انا هستاذن حضراتكم عشان ناخد برضو بيانات ومعلومات اداء دقيقه خاصه بالمفوضيه مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين. معانا على التليفون دكتوره كريستين بيشاي، المتحدث الرسمي للمفوضيه في مصر. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه يا دكتوره كريستين، احنا دلوقتي هنتكلم في الحدود اللي حضرتك يعني مسؤوله عنها بالضبط. المفوضيه عندكم كام شخص مسجل فيها في مصر الان؟ احنا بحسب اخر احصائيه ب 15 مايو عندنا 623542 لاجئ وطالب لجوء مسجل لدى المفوضيه في مصر. لاجئ وطالب. طب اللاجئ اللي خد فعلا لجوء. اللي خد وضع اللاجئ كام تقريبا؟ نصهم؟ هو احنا يعني اللي بياخد وضع اللاجئ ده بيدخل في انترفيو بروسيس مختلفه. تمام. ودي ما بنعملهاش في كل الجنسيات، نظرا لان الجنسيات اللي نسبه القبول فيها عاليه جدا بتبقى ده بتتفق مع الحكومه، هو بيقدم بياخد البروسيس الاولانيه اللي هي طالب لجوء وما بيحتاجش يدخل في الانترفيو الثاني. اوكي. طب يعني انت الرقم الاجمالي 623000 دول لاجئين وطالبي لجوء، دول بيعاملوا يعني طالب اللجوء بيعامل من قبل المفوضيه بنفس طريقه اللاجئ اللي تم يعني اعتماده؟ ومن قبل الحكومه، الاثنين بياخد نفس الخدمات بالظبط المقدمه من قبل المفوضيه ومن قبل الحكومه. طب المفوضيه بتقدم ايه؟ تمام. احنا من خلال البرامج بتاعتنا ومن خلال الشركاء التنفيذيين، طبعا اول حاجه بنقدمها هي التسجيل، وده بنعمله نيابة عن الحكومة المصرية بموجب مذكرة تفاهم من سنة 1954. بعد التسجيل بيقدر يحصل على عدة خدمات مختلفة سواء من خلالنا أو من خلال الحكومة المصرية. الخدمات دي بتشمل قطاع التعليم، قطاع الصحة، بنقدم كاش يعني معونة شهرية للأسر الأكثر احتياجا. طبعا مش بنغطي كل الناس اللي محتاجه، بس بنغطي نسبه منهم. بنقدر نقدم خدمات الحمايه، بنقدم خدمات مخصصه للمراه المعنفه، بنقدم خدمات حمايه الطفل خصوصا للاطفال اللي جايين من غير ذويهم او من غير اهاليهم عامه. بنقدم خدمات نفسيه، صحه نفسيه وصحه عامه. فبنقدم خدمات كتير قوي في مجالات مختلفه سواء من خلالنا او من خلال شركائنا على الارض. طيب انا عايز يعني لان موضوع الحلقه النهارده احنا بنتكلم على ايه التبعات او الانعكاسات شبه موحدين اقتصاديه للاجئين او مسجلين او غير مسجلين. حضراتكم في المفوضيه الخدمات اللي بتقدم من جانبكم هل لها تكلفه ماليه تقدير سنوي للمصريين اللي بيقدم في مصر؟ وهل ما تقدمه بالتعاون معاكم الحكومه المصريه لها ايضا تقدير كلي سنويا؟
تمام. احنا بنيجي اول كل سنه بنطلب ميزانيه اول سنه من الشركاء الدوليين علشان يقدروا يدعموا المفوضيه خدمات المفوضيه في مصر، وبعد من برامج المفوضيه دي بتدعم الحكومه المصريه في تقديم هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال السنه دي احنا طالبين 134 مليون دولار اول السنه، حاليا وصل لنا منهم فقط 23%. مين اللي بيدفع؟ من اي جهات دوليه ولا من جهات دوليه زي الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، الاتحاد الاوروبي، ايطاليا، كندا وهكذا. وده طبعا على سبيل المثال وليس الحصر. تمام. ايضا فاحنا بنطلب الميزانيه اول السنه، والميزانيه دي بتشمل كمان جزء منها بيبقى مخصص لدعم مؤسسات الدوله لتقديم الخدمات دي. طبعا المبلغ اللي بيوصل للمفوضيه ما بيبقاش للاسف كافي ان احنا نغطي كل الاحتياجات ونغطي كل الدعم اللي احنا عايزين نقدمه سواء للمجتمع اللاجئين او للجهات المؤسسيه في الدوله. واحنا احنا بنناشد المجتمع الدولي بانه يتحمل المسؤوليه ويشارك المسؤوليه في مصر فتحت ابوابها على مر السنين للاجئين والمهاجرين اللي جايين للبلد سواء طالبين حمايه او طالبين فرص عمل او غيره. واحنا بنطالب المجتمع الدولي انه يتحمل مسؤوليته، واحنا بنشتغل مع الحكومه المصريه على عده مناشدات انه من خلالها يقدر يوصل دعم دايركت للحكومه المصريه، مش حتى من خلال المفوضيه، يبقى دايركت بيجي من الجهات المنحه للحكومه علشان يقدر يساعد في القطاعات المختلفه، طبعا اهمها قطاعات الصحه والتعليم، ودي اللي بتقدم اكبر خدمات للمجتمع اللاجئين في مصر. طب سؤالي الاخير لحضرتك عشان ما نخش من وقت كتير، هل عندكم اي تقدير مالي لما تتحمله الحكومه المصريه سواء بالشراكه معاكم او منفرده في رعايه هؤلاء اللاجئين المسجلين رسميا عندكم؟ لا، هو الحكومه المصريه هي اللي تقدر تجاوب حضرتك على السؤال ده وتقدر تدي لحضرتك الميزانيه. احنا بندعم في نطاق اللي بنقدر عليه، يعني بيجي لنا مثلا طلب من وزاره الصحه احنا المنطقه الفلانيه فيها اعداد كبيره من اللاجئين والمستشفى الحكومي الفلاني بيقدم الخدمات دي ومحتاج دعم بالقدر ده، واحنا من خلال ميزانيتنا بنقدر نقدم دعم للمستشفيات وللمدارس على وجه الخصوص اللي في الاماكن اللي فيها اعداد كبيره من اللاجئين علشان المؤسسات دي تقدر تستوعب الاعداد دي وتقدر تقدم الخدمه سواء للمواطن المصري او للاجئ. أنا الحقيقة يعني بشكر حضرتك جدا على كل هذه الإيضاحات، الدكتورة كريستين بشاي المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر. دكتور محمد، إحنا كده يعني وصلنا لنقطة حابب أستوضحها، هل الفارق ما بين اللاجئ المسجل في المفوضية والآخر اللي أنت بتسميه الأجنبي صحيح في العالم الظاهرة دي متكررة كتير؟ يعني بالفارق الضخم جدا ده بتكلم على 9 مليون وشويه مقابل 600,000. يعني المشكله عندنا فعلا زي ما قلت حضرتك هي عدم وجود قاعده بيانات خاصه بمصر بشكل اساسي، يعني معظم الدول المستقبله للاجئين بتبقى ليها قاعده بيانات خاصه بيها ما بتعتمدش فيها على المنظمات الدوليه. احنا زي نعمل ده ازاي؟ يعني اقتراحاتك كراجل متخصص، احنا يعني تنصح في الدوله الاساس تعمل في الاساس احنا هو بعيدا حتى عن حيز التخصص، فاحنا لازم يبقى عندنا قاعده بيانات جغرافيه للاجئين في مصر والمهاجرين وطالب اللجوء وكل انواع المقيمين غير الاجانب في مصر، او من خلال ان انا باخد فيها كل بياناته الشخصيه. يعني بتقول مثلا وزاره الداخليه، وزاره الهجره، هي لازم يكون جهاز مركزي التعبئه العامه والاحصاء، يعني مين الجهه عشان في كلام عملي؟ هو بالتاكيد وزاره الداخليه هي القادره على انها تستقبل الاعداد الكبيره من طالب اللجوء، وعندها اليه انها تدي ليهم امكانيه او ان هم يقدروا يشرعنوا او يعملوا يجعلوا وضعهم قانوني في مصر، وبالتالي وفي نفس الوقت انا مش عايز اقصر ده على وضعهم القانوني، ولكن عايزين قاعده البيانات دي تبقى خاصه بكل الموجودين على ارض مصر من الاجانب اللي بيستفيدوا من الخدمات اللي موجوده في مصر، عشان اقدر بعد كده يبقى عندي تصور شامل لاوضاع الاجانب في مصر، ويبقى عندي قدره على اداره الهجره في مصر بشكل جيد، وبالتالي اقدر بعد كده يبقى عندي تنميه بشكل اكبر، لان هي المشكله مش في الاعداد بقدر ما في امكانيه القدره على اداره وضع الهجره في مصر بشكل كبير، وده من خلال عده ابعاد او من خلال القدره على معالجه مجموعه
من الابعاد، اهمها زي ما احنا قلنا موضوع قاعده البيانات اللي احنا بنتكلم فيها. قاعده البيانات دي لازم تشمل بيانات الشخصيه زي الاسم زي الجنسيه مكان الاقامه، البيانات الديموغرافيه زي السن زي الحاله التعليميه والحاله العمليه، وبالتالي انا اقدر احصر احتياجات المهاجرين والدوله قادره على انها توفر لهم ايه من احتياجاتهم، وهل التكلفه الاقتصاديه لكل مهاجر بتختلف عن الثاني، واماكن اقامتهم انا اقدر يبقى عندي كنترول على اماكن اقامتهم داخل مصر. انا هنا وفي حاله انتقالهم من مكان لاخر هلزمهم بانهم يغيروا بياناتهم او يحدثوا بياناتهم، وبالتالي يبقى بشكل دوري انا الموقف نفسه حتى وهو بيتغير يبقى عند الدوله او القياده السياسيه رؤيه متغيره او مغيره طول الوقت، مش رؤيه ثابته ووضع ثابت هو ده اللي انا بقدر اتعامل معاه. دكتور ايوب، انت حضرتك ذكرت نقطه مهمه وانا حابب اطورها مع حضرتك، اللي هي سؤال سالتيه وسؤال اقتصادي عملي، كيف يمكن الاستفاده او تعظيم الاستفاده من طاقه بشريه اضافيه؟ بس قبل ما اسال السؤال، هو المهاجرين ايا كانوا، يعني مهاجرين ابيض او اسود، يعني شرعي او غير شرعي، في تجارب اخرى في العالم في النمو الاقتصادي، يا ترى عندنا تجارب المهاجرين دول فيها ادوار؟ طبعا هناك تجارب كبيره وتجارب ناجحه لتعظيم لاستفاده الدول من المهاجرين لدول اخرى، بس هي القضيه استاذ ضياء لازم ينظر اليها في اطار ان احنا المنطقه عندنا دلوقتي فيها مشاكل ضخمه جدا. طيب. من بعد الربيع العربي عندك المشكله اللي في اليمن والمشكله اللي في السودان، يعني هتلاقي ان اغلب المقيمين في مصر مثلا مؤخرا من بعد مشكله السودان بدا عدد السودانيين يزيد. طيب. من قبليها من سوريا من اليمن، يعني هتلاقي مناطق الصراعات هي اللي بتورد ايه، لان الناس طبعا عندها مشاكل كبيره جدا في المعيشه هناك فبتبتدي تيجي. بس المشكله الاساسيه اللي بتكلمنا على مشكله كبيره عندنا في مصر وهي اللي بتمنعنا الحقيقه مننا نوصل لاي نتائج مؤثره، بنتكلم كتير كتير وفي الحوار الوطني بنتكلم كتير، لكن الحقيقه الأداء أقل بكثير مما ينبغي. ليه؟ لأن مبدئيا ما عندناش الأسلوب العلمي لتناول الأمور. يعني أول حاجة، هل يعقل أن احنا كلنا من أول رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء ما احناش عارفين نحصر العدد اللي داخل، في حين أن احنا عندنا حاجة اسمها جوازات. الجوازات بيبقى فيها مين اللي دخلوا من الجنسيات المختلفة، وبالتالي أنا أبتدي طب مين الجهة المعنية بذلك؟ عندنا حاجة اسمها وزارة الهجرة، يبقى وزارة الهجرة مع الجوازات مع وزارة الداخلية يبقى يبتدوا يعملوا قاعدة البيانات، اللي هي حتى جامعة الدول العربية كمان لازم تهتم بالقضية دي. ليه؟ لأن دي مسألة جاية أساسا من مشاكل مرتبطة بأوضاع سياسية في المنطقة العربية. فإذا إحنا لازم يبقى في آلية مؤسسية بتحدد المشاكل فين، بتحدد قواعد البيانات إيه، بتوصف القطاعات دي من ناحية زي ما قال الدكتور محمد السن الحالة. يعني مثلا أنا يعني في حاجات غريبة الشكل الواحد بس بيشوفها بتدل على قصور في الأداء عنيف جدا، وده بيرجع ينعكس علينا في أوضاع اقتصادية. يعني مثلا وقت ما السودان دخلوا كانوا بيدخلوا من معبر أرقين، لما كانوا بيدخلوا من معبر أرقين المفارقة الغريبة جدا اللي هي انك كنت تلاقي مع السودانيين أرقام دولارات، ما هو مش هيجوا يعيشوا هنا من غير ما يكون معهم دولارات. صحيح. طب لا، بتلاقي معهم أرقام دولارات كبيرة جدا بس غزوا السوق السوداء، فحاجة مؤلمة جدا انك انت ازاي ما قدرتش تعمل منافذ في أرقين وتبتدي تحدد على الجوازات بتاع الناس المبالغ اللي دخلوا بيها دي. انا بعتبر قصور في الأداء المؤسسي، المؤسسات بتاعتنا عندها مشاكل كبيرة جدا في استثمار المواقف اللي زي دي. هي دي بقى اللي بنقول عليها القدرة ريزيلينس، يعني أنا قدرتي إن أنا أتعامل مع متغير تبتدي تنعكس عليا إجابة. يعني تخيل لو أنا أتصور كل الناس اللي دخلت اتسجلت الدولارات على باسبوراتها، ما احنا مش عايزين منك تعمل حاجة غير ان هذه الكمية من الدولارات تتم من خلال الجهاز المصرفي، تتم بالشكل الشرعي، يبقى بتمنع تغذية السوق السوداء من ناحية، ومن ناحية تانية بتدخل تضخ الى الجهاز الرسمي. فدي قضية. قضية تانية المستثمرين يبتدوا يضخوا في الاستثمار. طب اي مجالات الاستثمار؟ هنا بقى بتبتدي كإطار
دور مؤسسي برضو شجعهم يدخلوا في الحتت اللي لهم فيها مزايا نسبية. يعني بمعنى ان السوريين شاطرين في كذا وكذا، السودانيين عندهم خبرات في كذا وكذا، يبقى اللي دخل ده استثمر وجوده بحيث انه يضيف لك في الطاقات الانتاجية من ناحية، وما ينازعش القائمين الموجودين عندك من ناحية اخرى. ازاي تعمل عملية التوافق بحيث انك تستثمر هذه القدرات لصالح الاقتصاد؟ لكن اللي بيحصل حقيقة غير كده، ان بيدخلوا ناس بيبتدوا يزحموا القطاعات الانتاجية اللي عندك هنا، فبيبتدوا يطردوا قطاعات انتاجية موجودة، تبتدي الناس تشتكي وتقول لك الله ده دول اللي تسببوا في كده، في حين ان ده كمان مش مطلوب. لاننا بنتكلم على تكامل عربي على فكرة، يعني احنا قبل القمة العربية كان في المجلس الاقتصادي والاجتماع، واعتقد ان حضرتك كنت متابع تماما، اننا داخلين على منطقه اننا نتحول من منطقه تجاره حره عربيه الى يعني اتحاد جمركي. وهذا التحول غايه في الاهميه، والمجلس الاقتصادي لجامعه الدول العربيه. وانا الحقيقه حزينه ان القمه العربيه ما تتكلمش على الظرف طارئ وفي تحديات كبيره مرتبطه بغزه، بس انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ ضياء ان الدول العربيه دون تكتل اقتصادي، انا طول حياتي الوظيفيه دي بنطلع نتكلم سياسه سياسه نفس اللهجه، ان اسرائيل تخرج وان تقام دوله فلسطينيه على، احنا دي بقت اسطوانه مشوخه للاسف، رغم انها وراها حق رئيسي. لكن ايه اللي هيخليك اكثر قدره على كده؟ البعد الاقتصادي. فلو ما عملتش تكامل اقتصادي ما بين الدول العربيه وعندك امكانيات جباره، يعني انا في ايدي دلوقتي دراسه على صناعه البتروكيماويات والكيماويات، قد ايه لو احنا كدول عربيه دخلنا واحنا عندنا دلوقتي تكامل صناعي في اليه جميله جدا بدات تتعمل. يعني انا عايز اقول لك ان السنوات الماضيه الحاجه الاقتصاديه والتحديات السياسيه والاقتصاديه طلعت لنا كدول عربيه مجالات هايله، كبي تو بي، بزنس تو بزنس، رجال اعمال هنا وهنا يبتدوا يلاقوا مصالح مشتركه، مجتمعات مدني تبتدي تنزل تتحرك، عندك طاقات المراه العربيه كلها غير مستغله بالكامل، عندك الشباب العربي اعلى نسبه بطاله موجوده على مستوى العالم كله هو في الشباب العربي، لو قدرت تفعل هذه الطاقات وداخل على ثوره تكنولوجيه وارتفيشال انتليجنس، وعندك الشباب العربي عنده طاقات هائلة والتعليم بيتحسن، وفي دول زي الإمارات والسعودية عاملة بريك ثرو في الموضوع ده، احنا في مصر بدأنا بنتحرك بشكل جيد جدا، فالفرص هائلة. ولكن احنا بنكرس نفسنا في حتت، نفضل نكرر نفسنا من غير ما نكون قادرين اننا ندخل في المجال الصحيح ونتحرك. وده بسبب ايه؟ نرجع لبداية كلامنا، مفيش إطار مؤسسي قوي وكفء. ده كلمة مهمة، وأنا هاخد خدت منها حاجتين وهروح بيهم دكتور محمد. في دكتور محمد برضو في تعظيم الفائدة الاقتصادية أو على الأقل عدم تحمل خسائر، صحيح، الخبرات الدولية بتقول إيه؟ يعني الدول اللي عندها مهاجرين بتعمل إيه؟ سواء دول شرق أو غرب جنوب أو شمال، لكن العالم كله عندنا أرقام هائلة من المهاجرين في العالم دلوقتي. صحيح، وإحنا دلوقتي يعني عشان ننقل خبرة وفي خبرة ننقلها، يعني هو إحنا محتاجين نطبق مفهوم أو مصطلح حوكمة الهجرة. حوكمة الهجرة هي إدارة الهجرة أو إدارة المهاجرين بشكل يقدر يعمل تريبل وين سيتويشن، يبقى عندي المهاجر قادر يستفيد، البلد المستضيفة للمهاجرين قادرة تستفيد، وفي نفس الوقت الدولة أو الدولة اللي المهاجرين بيطلعوا منها أو دولة المنشأ يقدروا يستفيدوا من الموضوع ده، ثلاثي استفادة. ما يبقاش، لأن أنا المشكلة عندي هتبقى إن أنا ما أقدرش إن أنا أفيد المهاجر من غير ما اقدر اساعد الدوله المستضيفه على انها تقدر تديله المميزات او تديله الخدمات اللي بيحتاجها في الدوله بتاعته. عندنا امثله كتيره للدول اللي بتقدر تتعامل مع مشاكل المهاجرين بسياسات مختلفه، يعني عندنا مثلا دول حتى في اوروبا، عندنا دول بتقدر تساعد المهاجرين من خلال الدمج او الاندماج التام داخل مجتمعاتها زي فرنسا والمانيا، وهنا هم بيعملوا صهر للثقافه الخاصه بالمهاجرين داخل ثقافتهم.
الشخصيه او داخل ثقافتهم نفسها ما بيسمحوش ان ثقافات الدول اللي جايه منها المهاجرين تطغى على ثقافتهم، بينما في دول ثانيه زي انجلترا مثلا بتسمح بالتعدديه الثقافيه. فمصر مثلا ما بتطلبش الاندماج التام. مصر تستطيع ان هي تجمع كل الثقافات داخلها، ودي ميزه ممكن مصر توفرها او ممكن مصر تبقى افضل من دول تانية كتير. بالنسبه للجانب الاقتصادي فبرضو الدول يمكن الدول الاوروبيه قادره على انها تختار المهاجر بشكل افضل مننا، يعني اختيار سيلكتيفيتي او القدره على اختيار الكفاءات اللي تقدر تساعد الدوله. يمكن احنا لغايه قبل 2011 كانت مصر دوله ترانزيت للمهاجرين في طريقهم لاوروبا، لكن بعد 2011 وفي ظل عدم الاستقرار في المنطقه كلها ادى الى مصر اصبحت دوله مستقبله للمهاجرين بشكل دائم، وده حط عبء كبير على مصر. فانا شايف ان احنا ممكن نحول العبء ده لميزه من خلال اكتر من حاجه. اولا زي دكتور يمنى ما ذكرت ان احنا نشوف ايه هي الميزات النسبيه لكل جنسيه ممكن نستفيد من خلالها، وفي نفس الوقت نقدر نعظم الاستفاده بيهم، وفي ممكن ان احنا نقلق او ننشئ قنوات شرعيه للهجره النظاميه من مصر للدول اللي محتاجه الكفاءات المختلفه اللي موجوده عندنا. يعني ترانزيت شرعي. يعني احنا بدل ما تبقى مصر فقط دوله بيمر عليها المهاجر بدون ما تستفيد منه، لا احنا ممكن لو في دول اوروبيه في بيننا وبينها اتفاقيات محتاجه مهاجرين عماله، سواء عماله رخيصه او عماله ذات كفاءه متدنيه او كفاءات عاليه، احنا نقدر نعمل ده بشكل شرعي او بشكل نظامي يقدر يدينا احنا ميزه نسبيه او يوفر لنا احنا كدوله ميزه نسبيه، ان احنا ما بنعملش مشكله للدول دي، وفي نفس الوقت الدول دي هتقدر تساعدنا اقتصاديا لان احنا هنتغلب على المشاكل اللي بتقابلها في انها تستقبل مهاجرين غير شرعيين. طيب عندي اضافه بس بعد اذن حضرتك هنا. هي الهجره دكتور ضياء لازم تكون شرعيه. تمام. يعني الظروف اللي احنا فيها دي ظروف نعتبرها زي ما ده قلت في كلامي استثنائيه. الدول اللي هي يعني الها بتعظم جدا المهاجرين في الخارج، اكبر تجربه هي الهند، لانه الهند بيدخل لها من المهاجرين خارج الهند. طبعا هي الهند دوله بوبيليتد يعني لها اعداد كبيره. صحيح. فبتدخل قرب ال 100 مليار دولار سنويا من الهنود العاملين في الخارج. فده تمام. طبعا لانها مستوى التعليم عنها عالي، ومستوى التعليم في الاي تي في تكنولوجيا المعلومات عالي جدا، وبالتالي النهارده لو تبص على الشركات الدوليه هتلاقي معظم القيادات صحيح. بتاعتها من هذا. طيب نيجي بالنسبه في نقطه مهمه قوي بالنسبه لنا بالنسبه للموضوع الهجره، وهي علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي. حضرتك عارف ان احنا انتقلت علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي من النيبرهود اللي هي النيبرهود اللي هي الجوار اتفاقية الجوار الى الشراكه الاستراتيجيه. تمام. احد الاسباب الرئيسيه وراء ده ان مصر منع الهجره غير الشرعيه عن اوروبا نسبه كبيره، وبالتالي ده هيكون احد الملفات المهم جدا في الشراكه الاستراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي. النقطه المهمه ان الاتحاد الاوروبي ايجينج، يعني ده سوسايتي السن الكبير بترتفع فهي محتاجه شباب. احنا عندنا فرص هائله. يعني لما نرجع لتجربه الاتراك في المانيا وما تم، يعني الدكتور محمد كان بيتكلم على قصه الثقافات وغيره، يعني مثلا للاسف وانا قعدت وزرت المانيا ودرست معاهم التجربه دي بشكل كبير، للاسف انه الاتراك لم يندمجوا في النظام الالماني، وبالعكس عملوا نظم مختلفه، وده تسبب في مشاكل المانيا. فبقى قالت لهم خدوا المصانع وارجعوا بيها تركيا، ودي كان لها دور مهم جدا في نهضه تركيا الاقتصاديه وعمليه التصنيع. فاللي احنا بنقول عليه هنا النهارده، وفي بدات مبادرات من وزاره الهجره لتدريب، يعني احنا عندنا الدون بيسكو اللي هو مركز تدريب مشهور جدا ومستوى التدريب فيه عالي. ايطاليا بتقعد تستنى الخريجين عشان تاخدهم، فيبقى ايطاليا محتاجه اعداد كبيره من الشباب، وكذلك المانيا، وفاتحين باب للهجره. احنا بقى بنستثمر ده ازاي؟ عايزين نقوي اللغه، عايزين نقوي عند المصريين ولا عند عند المصريين عشان دول. طب لا تمام، ده يخص المصريين. ده يخص المصريين، لكن بالنسبه للدكتور محمد ان مصر بلد ترانزيت لبعض. لا لكن بالنسبه للي جاي عندنا بقى، بالنسبه للي جاي مصر، احنا بيهمنا، يعني هو انا بعتبر ان الناس اللي جايه مصر الحقيقه معظمهم لاسباب سياسيه.
تمام. يعني الناس اللي جت مصر، يعني انا اعتقد ان الرقم ده اللي هو 9 مليون ده، اغلب ال 9 مليون ده لما نقدر ربنا يفتح علينا كده ونعمل قاعده بيانات ونبتدي عشان نقدر ندرس الاثار دي، هتلاقيها معظمها اسباب سياسيه. طيب دكتور محمد، انا كنت هسال سؤال الدكتور بس هرجع لك بيه دلوقتي. على الصعيد المؤسسي، وحضراتكم انتوا الاثنين اتكلمتوا في جزء مؤسسي اللي هو على الاقل جهه بتبقى مسؤوله عن الحصر، مش مجرد الحصر المبدئي الاسم والسن وكذا، لا حصر متنوع بيؤدي في النهايه الى توظيف التنوع. صحيح. فبالتالي هو مش جهه واحده لكن على راسها بالقطع وزاره الداخليه، يعني مفيش شك في هذا. ويمكن كان من الاجتماعات الاخيره اللي رئيس الوزراء عقدها ده يدينا فكره شكل المؤسسه دي، لانه الاجتماع معها حوالي 9 وزراء كلهم متماس بطريقه او باخرى مع موضوع الهجره. وبالتالي اللي انا عايز افهمه من حضرتك، هل ان احنا مع فكره انشاء جهه رسميه جديده، لانه في وزاره الداخليه في اداره مختصه، الاداره دي ممكن بتحصل من زاويه معينه قد لا تكون هي بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. صحيح. فهل حضرتك والدكتوره يوم ممكن مع انشاء جهه متعدده يعني الاطراف تكون وظيفتها الرئيسيه هي ده؟ بالتاكيد هو احنا محتاجين يبقى في جهاز يجمع بين او يتعاون مع اكثر من جهه، سواء الجوازات من وزاره الخارجيه او الداخليه او غيرها من الوزارات، الصحه التعليم التضامن وغيرها من الوزارات اللي بتخدم المهاجرين دول او الاجانب داخل مصر. لان من خلال الحصر انا مش هقوم بحصرهم فقط، انا هقوم بحصرهم بعد كده اشوف احتياجاتهم، وبالتالي هشوف هل المناطق اللي هم موجودين فيها هي الانسب لتلبيه الاحتياجات دي، ولا هل احاول مثلا ان انا اطلب منهم ان هم ينتقلوا لاماكن اخرى افضل، او احاول اشوف اذا كنت اعظم الخدمات في المناطق اللي هم موجودين بها فيها بالفعل. فبالتالي ممكن يبقى في مقترح، يبقى في جهاز بيجمع داخله اكتر من جهه، سواء وزاره الداخليه او الخارجيه او غيرها من الوزارات والجهات المختلفه القائمه على حصر واداره ملف الهجره بشكل كامل. لان ملف الهجره من اهم الملفات حاليا مصر محتاجه ان هي تديره بالشكل اللي يعظم الايجابيات الخاصه بيه ويحد من السلبيات، لان بدون ده احنا هنبقى قدام مشكله كبيره، وللاسف هيبقى الموضوع هيتعدى حتى قدرة الدولة على انها تواجه المشكلة دي، بانها هتوصل للافراد او الشعب ان احنا دلوقتي بقى في اجانب بيزحمونا في لقمة العيش، واحنا هيبقى في خطاب كراهية او في خطاب يعني هيبقى في جزء قومي. صحيح. ان احنا عندنا مشكلة دلوقتي، ازاي ده ياخد الخدمات اللي انا مش عارف انا حتى احصل عليها، زي الكهرباء زي ما ذكرت دكتورة يمنى، ان انا دلوقتي عندنا قطع في الكهرباء، فلو الاجنبي ده مشي من مصر اكيد الكهرباء هتتحسن ومش هيحصل المشاكل الموجوده فيها. فالمفروض الاعلام من خلال حضرتك ومن خلال وسائل الاعلام المختلفه ان احنا نحاول يعني نوجه رساله للقياده السياسيه بان احنا كيف ندير ملف الهجره بشكل افضل يسمح لينا بالتنميه، بتحقيق التنميه بشكل افضل، وفي نفس الوقت يحسس او يدي احساس للمواطنين ان المهاجرين في مصر مش عبء على الدوله، لان احنا قادرين كدوله ندير الملف ده بشكل صحيح. طيب السؤال الاخير لحضرتك دكتوره يمن، هو سؤال مهم جدا حضرتك انت اللي اثرتيه. احنا وبغض النظر عن كل ما يشوب الاستثمار في مصر من عيوب عشان نبقى من يعني احنا متفقين عليها، والجهات الاستثماريه اللي تحتاج الى تطوير في الشك، والشباك الواحد اللي بقى 10 شبابيك، والرخصه الذهبيه، وكل هذا كل ده احنا يعني مقررين بيه تماما. لكن هل مع وجود كل ده زي ما بتقول في الاقتصاد سيترس باريباس وخا الاشياء الاخرى على حالها، هل من الوارد في ظل العدد الضخم ده بين الضيوف في مصر انه يبقى في جهه او جزء من جهه مختص فقط في الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والعمالة لدول؟ والله يا دكتور أنا بجد من الخبرة الطويلة اللي قبل كده يعني قصة الجهات والكلام ده ما بقتش هي الفيصل عندي. ماشي. أنا ما بقتش الفيصل عندي، أنا الفيصل عندي يعني أنا النهاردة عندي وزارة اسمها وزارة الهجرة. صحيح. بتعمل إيه في القصة دي؟ بنصرف الأمر في الناس كلها إنها مهاجرين المصريين في الخارج. يعني ده ما هو نوصف بقى، نوصف مزبوط. هي إيه التوصيف بتاع أنا وزارة الهجرة هتبقى مسؤولة عن إيه بالظبط، وهل أنا محتاج
محتاجة جهاز آخر أو لا، نبتدي نحدد الكلام ده. ولكن عملية الإدارة المؤسسية هي محك في كل حاجة. يعني حضرتك بتقول القطاع الخاص دلوقتي، أنا عايزة أقول لك على حاجة زعلتني جدا من كام يوم. طالع مدير المشتريات ده مؤشر بيقيس القطاع الخاص. يعني لما أنا ألاقي رئيس الجمهورية بيتكلم على القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص، رئيس مجلس الوزراء بيتكلم على ده، وبعدين في نفس الوقت أداء القطاع الخاص كما يظهر من مديري المشتريات في إبريل 47 ده في منتهى السوق، ده معناه أن القطاع الخاص يعاني معاناة شديدة. طب يبقى إيه الفجوة اللي بين الكلام وبين التطبيق؟ ولماذا لا يكون هناك آليات للمتابعة؟ يعني أنا شايفة النهاردة هيبقى في مؤتمر كبير إن شاء الله يوم الأحد، هيبقى في شراكة بين مجلس الوزراء ومركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. أنا أتمنى إنه مركز المعلومات يبقى السينك تانك، أو يبقى هو الباك يارد بتاع رئيس مجلس الوزراء، ويحط فيه كفاءات ويجيب هو المؤسسات دي حتى يحط الرؤية، ويدي لرئيس مجلس الوزراء الخريطة بتاعت مين يعمل ايه وكيفية المتابعة. لان بدون ده احنا دايما بنتوه في تضارب المسؤوليات. صحيح. يعني النهاردة زي ما كده بنطرح سؤال، طب ما انا عندي حاجة اسمها الهجرة، يعني انا عندي وزارة اسمها وزارة الهجرة، يبقى وزارة الهجرة ابتدي اعيد هيكلتها، ممكن ما يكونش عندها جوه الاطار الاداري، ودي مشكلة تانية عندنا. ما فيش دولة بتتقدم مع جهاز حكومي لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة ولا يتمتع بالمساءلة والمتابعة والقياس الأداء. أنا ما عنديش ده. يعني طول ما أنا ما بقدرش أقيس أداء الناس، ولا يعني أقدر أقيم أدائهم ده في خلال كل سنة، مطلوب منهم إيه وهم وصلوا لإيه وحققوا الأداء ولا لا، هنفضل نلف حوالين نفسنا بكده اننا بنحط اهداف وغير قادرين على تنفيذها. ده هو بقى انا بتكلم ليه في التوقيت ده. التوقيت ده في منتهى الحرج. مش صفقة راس الحكمة هي اللي هتحل مشاكل مصر. لو ما كنتش هدخل بشكل جدي وبكفاءة اللازمة في الملفات المفتوحة، واللي يعني كويس جدا ان في ارادة سياسية للصناعة عشان تكون محرك للنمو والزراعة، وشفنا مشروعات قومية، بس بندخل في الكفاءة الاقتصادية بقى، البعد الاقتصادي. انا بتمنى كل اللي اتعمل ده يدخل فيه بقى البعد الاقتصادي، العائد والتكلفة، لان التكاليف عالية جدا لسه. صحيح. التكاليف عالية. صحيح. جدا. انا ما اعرفش حضرتك تابعت مناقشة الحساب الختامي في البرلمان ولا لا؟ جزئيا. يعني جزئياً. حاجة تحزن. يعني ده بيقول لك الجهاز بتاع الدولة محتاج إعادة هيكلة شاملة عشان ترفع مستوى الكفاءة، وتشوف فين يعني النزيف بيجي منين. يعني المريض عنده بينزف من حتت كتير. الاول وقف لي النزيف ده، وبعدين ابتدي ادخل في الحاجات التانية عشان تبتدي تضمن ان شاء الله حياة لهذا الشخص وعفاء باذن الله، وانتقال الى مرحلة افضل بكثير ان شاء الله. انا الحقيقه استفدت جدا من حضراتكم النهارده، وبشكركم شكرا جزيلا. بشكرك الدكتور محمد فريد متولي، استاذ جغرافيا السكان ومدير وحده نظم المعلومات الجغرافيه بكليه اداب جامعه عين شمس، بشكر حضرتك. استاذه الجليله الدكتور ام الحماي، استاذ اقتصاد بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الفقره وفهمنا قد ما قدرنا، لكن الموضوع لا شك في اهميته، لا شك ايضا في ضروره تطوير التعامل معاه، زي ما ضيوفنا الكرام ذكروا بانه يبقى في تدقيق واستمرار واستدامه في المعلومات والاحصاءات الخاصه بهؤلاء الضيوف اللي عندنا، ويبقى في جهه، سواء جهه قائمه توسع اختصاصاتها وتعطى موارد اكبر وتتعاون مع جهات اخرى، بحيث ان يبقى هذا الملف، احنا بنتكلم في 9% من السكان، يعني 9 بنتكلم في عدد سكان دوله او دولتين صغيرتين، 9 مليون شخص يستحقوا الاهتمام، يستحقوا جهه رئيسيه تتعامل معاهم، مش بس الإكرامهم، لكن كمان عشان يبقى في تناغم داخل مجتمعنا، يبقى في استفادة، يبقاش في ضرر. احنا بنترككم مع فاصل، نرجع لفقرتنا الأخيرة مع أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور علي الدين هلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسية والأخيرة، حوارنا المعتاد الممتع نفكر فيه ونفهم مع أستاذنا الجليل المفكر الكبير وأستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور علي الدين هلال. أهلا بك أستاذنا. أهلا بك أستاذ ضياء، أهلا وسهلا. احنا بنبتدي كالعادة بتحليق الطائر فوق أسبوع مضى.
تحليق الطائر هيقول لك ايه؟ الطائر هيشوف ايه؟ شوف ثلاث احداث كبرى بالامس. وهشوف حدث تطور على مدى عده ايام. امبارح كان في امبارح الخميس. نعم. واحد بدون ترتيب. مؤتمر القمه العربيه رقم 33 في المنامه. تمام. ولو وقفنا قدامه في اسئله كتير. هو قلنا القمه دوريه، مفيش مفاجاه يعني، وعشان كده مش عايزين نبالغ في التوقيت والدلاله، ميعاد محدد بقاله مده من الزمان. انما نقف مثلا امام مين حضر ومين غيب. وايه دلالات دوت؟ نقف امام الخطب اللي اتقالت. وايه اللي يجمع بينها؟ وايه اللي بعضها تفرد باشياء معينه. نقف امام يعني كلمه قالها الرئيس السيسي، سوف يتوقف التاريخ طويلا. وقال شويه حاجات تحتها. اتكلم عن المستقبل. صحيح. هنقف امام ان البيان 20 قرار. غير صحيح ان الاعلان هو اللي قاله السفير ابو الغيط. السفير ابو الغيط قال ملخص. لما كان في اشياء اخرى. يعني كان في قرارات دائمه بتصدر ما طلعتش في هذا البيان. القرار على نقد التدخلات الايرانيه والتركيه ما اتقالش الدور ده. واتقال حاجات ثانيه. تمام. يعني نتوقف عشان نعرف ايه يعني ماشي. دلالة ده. الحدث الثاني الذي لا يقل اهميه. ايوه. القمه الروسيه الصينيه. صحيح. القمه الروسيه الصينيه بقى دلالتها ايه حضرتك؟ لما الرئيس الصيني انتخب السنه اللي فاتت قبل مرور 10 ايام راح موسكو. في اليوم العاشر. السنه دي قبل مرور 10 ايام من انتخاب الرئيس السوري الروسي عفوا راح بكين. الكلام ده مش وراح بكين بمناسبه مرور 75 سنه على العلاقات الصينيه الروسيه. وقالوا كلام. تمام. الحادث الثالث ان مندوب جنوب افريقيا وقف قدام محكمه العدل الدوليه عشان وعمل مرافعه جديده تتعلق بطلبات جديده طلباها جنوب افريقيا من المحكمه. تمام. والحقيقه المحكمه استجابت بسرعه جيده جدا. يعني جنوب افريقيا تقدمت بطلبها يوم الاثنين. المحكمه ردت يوم الثلاث، حددت الميعاد يوم الخميس. عشان كده اسرائيل هاجت وقالت ده ما اديناش مده عشان نعد. المفروض بقى النهارده اسرائيل بتقدم تحدث المندوب بس انا ما عندي لم يقل جديدا، لم يقولوا جديدا يعني. على مدى بقى دول الثلاث. تمام. الطائر لما كان بيجري بينط وكده. طيب. على مدى الاسبوع شاف ايه؟ شاف تطور سياسي واعلامي مهم. مهم في العلاقات المصرية الإسرائيلية. جميل. ونبرة الموقف المصري في تصاعد مستمر. ولا تضع حدا مغلقا لتطور هذا الموقف. انها بتترك الخيارات مفتوحة. عظيم. لتشمل كل الموضوع. تحب نبتدي بأيهم؟ اللي انت بالأربعة. اللي حضرتك طيب اللي نبدأ في دقائق القمة العربية، يعتبر الحدث يعني الأحدث. نعم. القمة العربية ماذا ترى سيطرة؟ أولا ريتك. أنا عايز أقف هي حاجة شكلية تمام. لها دلالة. تمام. يعني من هم رؤساء الدول الذين تغيبوا؟ ملك المغرب، رئيس الجزائر، رئيس تونس، طبعا رئيس السودان، من دول مجلس التعاون، أمير الكويت، سلطان عمان، رئيس دولة الإمارات، طبعا رئيس الصومال. بعض الناس دول عندهم ازمات داخليه، يعني يمكن الفهم. امير الكويت عنده قضيه داخليه، تغيير الوزاره وتعطيل الدستور ووزاره جديده الى اخره. تونس عندها مشاكل داخل، يعني السودان واضح ليه، الصومال واضح ليه. انما دول اخرى يعني ليه ما راحتش؟ ليه ما راحش رئيس الدوله؟
خاصة المواعيد الحاجات دي. المغرب رغم ان فيه صدر قرار يشكر ملك المغرب على رئاسته لجنة القدس ولجنة بيت مال القدس والجود اللي عملتها اللجنة الى اخره، يعني عايز المركز كان له وضع معين، لكن ملك المغرب نفس الشيء، رئيس دولة الجزائر. الارجح الحاجات دي يعني يعني انا تحليلي تبقى حاجات سياسية. تمام. يعني لا اصدق ان في رئيس دولة يعني انشغل موعده. لا يعني هو عايز يبعت رسالة سياسية. في رؤساء دول حضروا ما اتكلموش، يعني هو اختار ما يتكلمش. منه رئيس السوري حضر كما كان، وامير قطر حضر وما اتكلمش، وايضا ما اتكلمش في اخر مؤتمر قمة، يعني دي مش اول مره. فهو اراد يدي رساله انا موجود، انما لسبب او لاخر لا يريد الحديث. لكن انا اقدر كباحث افكر هو ليه ما اتكلمش. تمام. اما شعوره ان اذا اتكلم هيبقى كرسي في الكلوب، وهو لم يرد انه يفسد حالة التضامن العامة، فهو حضر مشارك، انما شعوره ان مخرجات هذا الاجتماع اقل مما يريد. انت شايف ايه في مخرجات هذا الاجتماع؟ ايه؟ حضرتك شايف ايه في البيان؟ البيان شو؟ بص، اذا نظرت له من نظرة الواقعية السياسية، ايوه، وعزيز احنا بنقول يعني قدر من الصراحة لا يضر، لا المفيد. الأمة العربية مجروحة. يعني الأمة العربية ليست في أحسن أحوالها، عدد كبير من دولها إما في حروب داخلية شدة، حجم التدخلات الخارجية في شؤون بلدنا كبيرة، أو أزمات داخلية طاحنة، مظاهرات في الشوارع. يعني برضو من الغريب ان قرارات القمة لم تشر الى حالة الخلاف بين الجزائر والمغرب. نعم. ان دول عندهم بلدين قاطعين علاقتهم بالدبلوماسية. نعم. التعليق الثاني اللي اقوله، يعني واللي انا بقوله ده مش سر، يعني كان في تصريح لرئيس لجنة تنظيم المؤتمر اللي هو السفير حسام زكي الامين العام المساعد، قال قرار قبل المؤتمر بيومين تنحية الخلافات. احنا مش هنرفع للقمة الا المتفق عليه. المتفق عليه. تمام. وبالتالي بقى تحصيل حاصل. لان يعني مش مطروح قضية خلافية. انت عندك 20 قرار بدأ بتعزية شعب الكويت على وفاة المرحوم الشيخ نواف حاكم الكويت، وتمني الخير الحاكم الجديد الشيخ مشعل. القرار رقم 2 شكر المملكة العربية السعودية على رئاستها للدورة السابقة. 3 شكر اللجنة السداسية ولا السباعية اللي عملت كذا، وشكر الأمانة أمانة الجامعة الدول العربية على هذا الأمر. نعم. من 4 يبدا الكلام الجد. فعندك قرار طويل جدا. صحيح. فلسطين. نعم. اللي يراه كويس يلاحظ حاجه، تكرار الافكار. انا هفهمه سياسيا ازاي؟ ان كل دوله حرصت ان الصياغه بتاعتها تبقى موجوده في البيان. فاللي عمله المنظمين منعا للخلاف، انك لو عايزين نعمل صياغه مشتركه هنخش في مشكله. نعم. فايه؟ حطوا كل الصياغات. تمام. فانتهى الامر بوضع يعني مش جميل قوي من ناحيه اللغه العربيه والصيغه العربيه. ان نفس الموضوع متكرر في الفقره 2 والفقره 4 والفقره 6. انما هنقول في مجمله كل ثوابت الموقف العربي موجود. ودعا الفصائل الفلسطينيه الى الوحده وكلها تندرج ضمن كذا، كل الحاجات مش عايز اكرر. بعد كده عندك 4 أو 5 قرارات تتعلق ببؤر توتر. أول حاجة السودان، في سوريا، في الصومال، في ليبيا، في لبنان،
كل واحده هتبدأ ايه؟ تمام. تؤكد القمه حرصها على الوحده الوطنيه. نعم. وثبات يعني. ما فيش حاجه خدت موقف ازاء نزاع. طيب. التاكيد على عندك قرار بيتكرر بقاله 20 سنة دعم دولة الإمارات في مطالبتها بالجزر الثلاثة ونناشد الجمهورية الإسلامية الإيران الإسلامية يعني فتح حوار وقبول مبادرة كذا. أهم حاجة بقى القرار رقم 20 اللي هو بيقول إن المؤتمر بيتبنى الأربع مبادرات اللي ظهر. صحيح. دي أهم حاجة. صحيح. أو اللي هي المبادرة اللي هو بدأها الرئيس الفلسطيني وتبناها ملك البحرين اللي هو فكرة الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة. تمام. اتنين حث وزراء الخارجية العرب على الاتصال بكل دول العالم بشأن إقناع الدول المختلفة به الاعتراف. نعم. تلاتة موضوع الخدمات التعليمية للأطفال والشباب اللي أديروا في مناطق النزاعات ولم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس. أربعة الخدمات الصحية والتعاون العربي في مجال صناعة الدواء واللقاحات. خمسة وأخيرا التعاون العربي في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية في هذا المجال. دول الخامس وربما هم دول هيبقوا جدول اعمال للبحرين باعتبار رئيس القمه في كذا. انا زي ما قلت لك انه ما وردش نص بقى انتقاد ايران وتركيا كما كان يحدث في كل مره. طيب. عندك نصين. ايوه. رقم بقى 14 و15، واحد عن الارهاب. مظبوط. والثاني عن التطرف. طيب. يعني الفكر الذي يقود الى الارهاب. الارهاب. طيب. نستطيع نقول باطمئنان ان هذه المقررات في مجملها تعالج كل قضايا الجسد العربي. المشكله يا استاذ ضياء ودي زي كتالوج بالمشاكل. انما طيب ما هي وسائل تحقيق هذا؟ ما نعرفش يعني تمام. اعاده تاكيد للاهداف العربيه واهداف الامه العربيه. تأكيد مؤكد. التي نصب جميع دقيقه لكن دعوة مجلس الأمن إلى كذا دعوة كذا أشياء جميلة جدا نؤيدها ونحبذها. نعم. ولكنها لم تشرح طيب ما هو الجديد. صحيح. الذي اتفق عليه الزعماء والقادة العرب. طيب هاخد نقطة مربوطة بنقطة ثانية من الحاجات اللي حضرتك علقت ورأيتها. كان عندنا كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في القمة وكثير من المحللين التفتوا إلى صياغتها ربما تكون مختلفة عن كلمات سابقة في قمم سابقة. وعندنا ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية. يا ترى في رابط بين كلمة الكلمة والعلاقات؟ طبعا. طبعا. كلمة الرئيس السيسي أول أمس يعني ولا أمس ملتزم بالتركيز الشديد. مفيش إطناب ولا حاجة. لأن كل رئيس دولة كان متخصص له من 5 إلى 6 دقائق. فيما عدا الرئيس الفلسطيني وصل لتسع دقائق ونص لكن كل الباقيين من 5 لـ 6 دقائق والرئيس السيسي في 6 دقائق ونص. فكان في تركيز شديد. هو لم يتحدث الا عن القضيه الفلسطينيه. بالظبط. جزء منها اكد على ثوابت الموقف المصري. واللي اتقالت في مش هكررها. انما النقطه الرئيسيه ايه؟ ما معناه؟ واحد إن مصر موقفها من أول يوم لم يتغير. يعني إن مصر استمرت في موقفها وكانت معبرة عن موقف مصري وطني قومي. واحد إدانة العدوان، اثنين الإغاثة، ثلاثة رفض التهجير أو أي شيء، تصفية القضية الفلسطينية، أربعة حل دولتين. لكن عايز أقف أمام حاجتين تانيين. الحاجة الأولى اللي بقى استمرار للي حصل في الأسبوع اللي فات من غير ما يخش في التفاصيل. نعم. تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع السلم والأمن مش بس في فلسطين وفي المنطقة ككل.
ايه المقصود بالمنطقه يا دكتور؟ لان كثيرين كل واحد فهمها بطريقته. والبعض فهمها انه تلويح مصري. لا والمنطقه كلها المنطقه العربيه والشرق الاوسط. لانه اقصد انه يعني المجازر المتوقعه في رفح على الجانب الفلسطيني ربطها بتطور اقليمي البعض راى فيه انه اما ده يستفز ايران وحلفائها فيتدخلوا او يستفز مصر فتندفع الى الامام. خلينا نحط الكلمه دي في سياقها. بس خلينا برضو اكمل على حاجه تانية وهرجع لها لحضرتك. تمام. اذا قلت الجزء الاول ده. قال كلمه غريبه جدا. قال ان ارواح او الموتى والشهداء من الاطفال وكذا سوف يظلون اعباء على ضمير الانسانيه حتى يتم انفاذ العدل. او المعنى ده. نعم. يعني فكره التعويضات. مه. الناس اللي ماتت دي الشهداء دول ليسوا بلا ثمن. وكان في كل الحروب في التاريخ لا بيحصل هذا بس هذا العدوان اتعمل بعد كده محكمه وتعويضات. ففكره العداله ان هذه الجرائم بغض النظر تخلص امتى وازاي لا ينبغي ان تمر دون عقاب. ايا كانت النهايه لن تمر دون عقاب. عايز نحط بقى هو ايه اللي مصر عملته اخر اسبوع 10 ايام. ايوه. بدا القاهره الاخباريه وتنشر اخبار تقول صرح مصدر رفيع المستوى وتقول كلام انما عمرها ما قالت مين. بس يعني مع القراءة الاخباريه جالها الكلام ده مكتوب. يعني مش هتالفه مش صحيح مش مذيع شاطر ولا حاجه زي كده. وبعدين بقى في عدد من المتحدثين مواطنين لكن يعني يتفهموا مسار الدوله المصريه بداوا يتكلموا في حاجات معينه. ايه الحاجات دي؟ واحد هكرر تحميل اسرائيل مسؤوليه التدهور في كذا. اثنين رفض التعاون مع اسرائيل في اي اداره او اي تنسيق في معبر رفح. تمام. اسرائيل عرضت على مصر عايزين نتعاون انت يا مصر موقفه الشحنات ليه؟ مصر بتقول لها من غير ما اعرف هتعاون معاك ازاي وانت رافع العلم الاسرائيلي بدل العلم الفلسطيني الناحيه الثانيه. وانا لا استطيع ان اتعاون معك كقوه احتلال في هذه الجزئيه. تمام. ومصر بتقول لها دي ما وقفتش على معبر رفح. انت عندك ست خمس معابر ثانيه منهم اربعه مع اسرائيل مباشره وواحد اللي هو في مصر واسرائيل و وغزه اللي هو كرم وسالم. فاذا انما اتهمت مصر نتنياهو عمل تصريح مكتبه يتهم فيه مصر بتعويق ادخال المساعدات ومصر ردت عليه. فالموضوع بقى خرج من دائره التبادلات الدبلوماسيه صحيح. الى العالم. مصر رفضت برضه صرح مصدر رفيع المستوى ان مصر لن تشارك في اي قوه دولية أو قوة إقليمية لإدارة قطاع غزة بناء على المقترح الإسرائيلي. إسرائيل دعم. و إنه هي عملت كده والإمارات عملت كده وقطر أعلنت كده. يعني إسرائيل تريد أن تحقق أهدافها تحت رايات عربية صحيح. وأمريكية. في بقى حاجات مش القرى الاخباريه، وول ستريت جورنال جريده وول ستريت الامريكيه. لانها يوم الاربع او الخميس يا استاذ دي اعتقد الاربع. الاربع نعم. بتقول صرح مصدر مصر او علمت وول ستريت من خلال مصادر موثوقه ان مصر قد تفكر في خفض التمثيل الدبلوماسي
مع إسرائيل إذا استمرت إسرائيل في هذا النهج. نفهم الناس يعني خفض التأثير الدبلوماسي. إيه؟ نفهم الناس يعني خفضه. يعني إن أنت مثلا عندك سفير تنزله ملحق خالص. تمام. مجرد ممثل يعني صغير للدولة. ممثل صغير. تمام. ودي بقى الخطوة السابقة لقطع العلاقات. طب يعني برضو عشان طب ليه مصر مش عايزة تسيطر على العلاقات دلوقتي؟ طول ما في أمل مباحثات وإن مصر تريد أن تشارك فيها كوسيط، لا يستطيع الوسيط أن يمارس دورا وعلاقاته منقطعة تماما بأحد الطرفين. طب الوسيط عمل خطوة غير مسبوقة، محكمة العدل الدولية لحضرتك زي وبعدين ما انت خدتها مني بقى واعلان اعتزام مصر الانضمام الى دعوة جنوب افريقيا. انا بعتقد مفروض بقى ان من بيدهم القرار عليهم ان يوضحوا ما هو المقصود بهذا. يعني الرسالة السياسية وصلت. تمام. انما هل يعني النهاردة يعني مصر انضمت، مصر انضمت وليبيا انضمت والجزائر انضمت انما النهارده مصر ما شاركتش في مع جنوب افريقيا. تمام. انما من الواضح انه من المعلومات من محكمه العدل الدوليه ان مصر تقدمت بطلب للانضمام للدعوه اللي مرفوعه من جنوب افريقيا. كل دي تعبيرات عن تصاعد مفروض ان يوم الخميس او الاربع الصبح العالم قال ايه؟ هبطت طائرة هيليوكوبتر اسرائيلية في مطار كذا في مصر تحمل فيه رؤساء الامن الداخلي في اسرائيل. قبلها بيومين مكتب نتنياهو يقول ايه؟ ان اسرائيل حريصة على المعاهدة مع مصر وهي لا تريد أن تجازف بالعلاقات مع مصر. الناس دول جم هنا قبل من قابلوه. أنا ليس عندي فكرة وصلوا لإيه. إنما أعتقد هو أراد يقول لمصر إذا كان تهجير لا مفيش تهجير. تمام. التهجير لو تشوف على الأرض دلوقتي التهجير لفوق. يعني هو بيرغم الناس مش ينزلوا الى الجنوب يطلعوا الشمال ينزلوا الشمال. تمام. فلعله اراد تطمين مصر الى اخره. لكن مصر ايضا بتقول لا انا لا اقبل ولا استطيع ان اعمل علاقات عاديه والعلم الاسرائيلي مرفوع على الجانب الفلسطيني. العلاقات دلوقتي فيها شد وجذب. اذا انت عايزني اقول لك من الناحيه العلميه ايه المأزق اللي فيه اسرائيل؟ يعني احنا بنقول الامن القومي لاي دوله نسبي. طبعا. لا تستطيع اي دوله ان تحقق امنها المطلق. الابسولوت سيكيورتي غير ممكن. لانه الامن المطلق لدوله الف هيعني عدم الامن لدوله ب و ج و د. صحيح. وبالتالي بتتكلم على توازن الامن. ان كل دوله تحقق القدر المعقول من أمنها دون تهديد أمن الدول المجاورة لها. النهاردة الأردن، النهاردة مصر، دول الجوار لفلسطين وإسرائيل بيقول لك اللي بتعمله إسرائيل يمثل تهديدا لأمننا. إسرائيل عليها، ومن هنا فكرة إسرائيل هي المسؤولة أساسا عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في فلسطين وفي المنطقة دي ككل. طيب قولا واحدا قبل ما القضية الأخيرة اللي هي روسيا والصين، هل لجوء مصر وتدخلها الفعلي وكمان أنها تترافع ضد إسرائيل في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في محكمة العدل الدولية أو غيرها من المحاكم زي الجنائية الدولية مثلا، هل ده يخل بأي اتفاقات تعاقدية بين أي دولتين في الدنيا بما فيها مصر ومعاهدة السلام؟ نهائي نهائي نهائي. انت بينك وبين دولة الف او ب علاقات، اي دولة علاقات اقتصادية علاقات سياسية مع دول العالم الاخرى، تبادل الطلاب وكذا وكذا وكذا. قد تتدهور العلاقة بين الدولتين بشأن قضية معينة.
مصر بتعترض على قيام اسرائيل بكذا وكذا وكذا. وده الجزء ده ملوش علاقه باللي كنا بنقوله قبل كده تهديد امن مصر. ده له علاقه بان اسرائيل تمارس في علاقتها بالفلسطينيين جريمه الاباده الجماعيه. وانها بهذا تخالف معاهده وقعت هي عليها، مش بس وقعت عليها، كان لها دور اساسي في ابرامها. افتكر الكلام ده كان سنه 48 49، صحيح، لسه خارجين من الحرب العالميه الثانيه. الحرب الثانيه. وكانت اسرائيل والجماعات اليهوديه في العالم يعني هي رافعه اللواء ضد المحارق وضد الاباده. وبالتالي لعب المحامون اليهود في العالم دور رئيسي في كتابه هذه الوثيقه. ومن مفارقات التاريخ ان المعاهده لعبت فيها اسرائيل وانصارها دور رئيسي، الان تقف اسرائيل متهمه فيها. طيب في دقائق قليله وهي القضيه الاخيره والمهمه دوليا جدا، بس يمكن احنا اعلامنا المصري ما ادهاش حقها اللي حضرتك ذكرته، هي زياره الرئيس بوتين في يوم العاشر للانتخاب او ال 12 للصين وتوقيع حوالي 20 بروتوكول، والحديث عن قضايا كبرى اهمها قضيه اوكرانيا وايضا القضيه الفلسطينيه. يعني حضرتك شايف ده في اي مسار دولي؟ المسار الاول خطبه الرئيس بوتين في حفله تنصيبه. واللي ورد فيه عباره ان احنا بنسير نحو عالم بين هلالين متعدد الاطراف. ادي المشكله، ادي العقده. جوهر الصراع بين الصين وروسيا من ناحيه وامريكا وحلفها من ناحيه، هل نحن في نظام دولي مركزه امريكا وحلفائها ولا نظام دولي متعدد الاطراف؟ تمام. وكلمه الاطراف مش بس يعني دول، تعني ثقافات. هل الثقافة الغربية الأوروبية الأمريكية هي المرجعية الوحيدة للنظام الدولي؟ ولا إن في ثقافة دول شرق أوروبا وروسيا إلى آخره، والثقافة الصينية الشرقية الآسيوية؟ الزيارة دي هي استمرار لهذه العبارة. تتوقف بقى أمام العبارات اللي قالوها. بوتين خطبته زي عمل سجل ماذا حدث في العام الماضي، وأراد أن يفصح عن حجم التقارب الذي حدث بين البلدين. يقول مثلا حجم التجارة، إجمالي حجم التجارة افتكر 423 مليار دولار، إن مش عارف إيه زاد 47%، زاد بكذا. يعني تصور بقى روسيا المعزولة المنكفة على نفسها. ما بينه وما بين الرئيس الصيني اتكلم على التعاون الوثيق الاستراتيجي الوثيق. تذكر ان هم يوم 4 فبراير 22 اللي هو افتتاح دورة الاولمبياد الصيفية الشتوية عفوا في بكين، وراح بوتين ووقعوا اتفاق بيان اللي هو بيضع أسس التعاون بين البلدين بشراكة استراتيجية شاملة، بيتكلموا فيها على إحياء مؤسسات الأمم المتحدة، صحيح، بيتكلموا على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بيرفضوا رفض المركزية الغربية الأمريكية في إدارة العالم، بيتكلموا يعني ده الإطار المرجعية النظرية لهذه السياسات. اعتقد الغرب وامريكا اخطاوا خطا بالغا، غالوا في قوتهم. يعني فيما يتعلق بروسيا، تصور الغرب ان روسيا دوله لوحدها، بيعيدها مين؟ مين بيعيد روسيا بحق وحقيقي يعني؟ ايران، كوريا الشماليه، والذره اقل فنزويلا. يعني لو حد بيديها سلاح بيديها تكنولوجيا، هيبقى ايران وكوريا الشماليه. وكلاهما تحت عقوبات عنيفة جدا وتهديدات. ازاي دولة بهذا الحجم 144 مليون هتصمد امام التحالف الغربي؟ امريكا لها 300 مليون والاتحاد الاوروبي قدهم 200. فكان التصور ان روسيا سوف تنهار، ما حصلش. ما حصلش، بل ثابرت، اتجرحت طبعا، مجروحة، اقتصاد روسي مجروح، انما لم يستسلم ولم ييأس ولم ينهار.
مع الصين نعم لعبة أمريكا معاهم لعبة الجزرة والعصا. فالصين آخر خمس ست أشهر راح لها مين؟ راح لها شولتز نعم المستشار الألماني، وراح لها الرئيس الفرنساوي نعم وراح لها كذا وزير أمريكي منهم. كانوا بيقولوا لها إيه؟ نريد التعاون معكم، لا نريد حرب بين حرب تجارية بيننا وبينكم بس ما تأيدوش روسيا. تمام. من الواضح أن الصين لم تبتلع هذه الحجة ولم تبتلع أن مصلحتها هي في الابتعاد. الصين لا تدعم روسيا عسكريا لا هي قالت كده، إنما الصين طرحت مبادرة لحل الصراع رفضه الغرب. فانت عندك لسه الاسبوع اللي فات امريكا فرضت على الصين ضرائب وعقوبات اضافيه. فامريكا تصورت انها تستطيع ان تحارب او ان تعادي روسيا والصين في نفس الوقت وان كان بطرق اخرى. الاثنين متنبهين الى هذا ومتنبهين ان الموضوع اعمق من خلاف صيني امريكي او روسي امريكي. الامر يتعلق باي شكل النظام العالمي وفي اي اتجاه يسير هذا النظام. عظيم. احنا النهارده يعني هذا التحليق الفكري التحليلي اللي كل اسبوع بنستفيد منه كان الحقيقه مفيد للغايه بالنسبه لي شخصيا واعتقد للساده المشاهدين. أشكرك. واحنا بنعد انفسنا يعني في لقاء قادم يا رب يكون الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، اللي بعده ان شاء الله. طب اللي بعده لانه عندنا قضايا مهمه دوليه ما اتكلمناش فيها. عندنا تقديم ميعاد المناظرات الامريكيه الرئاسيه نعم. من شهر سبتمبر لشهر يونيو يعني نعم. ده شيء جديد وما يجري داخل الولايات المتحده الامريكيه ويهمنا بالمقام الاول وخاصه في القضايا اللي احنا بنتكلم فيها من الصبح. فعشان خاطري عايزين نتكلم مره على الداخل مره يعني. ده احنا بنتكلم كل مره عن الداخل والمره بتاعت امريكا هيبقى ماشي ربعها امريكا وثلاث ارباعها داخل على بركه الله واختار ما تشاء وحلق اينما شئت على بركه الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي الكبير واستاذ العلوم السياسيه على تشريف حضرتك. شكرا. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم، نترككم على كل خير ونلتقي فيكم ان شاء الله الاسبوع القادم.